مرحبا بكم في يومية جديدة من يوميات ماستر شيف المغرب. مشاهدين الكرام، معكم اليوم شيف شعيب في واحد الوصفة اللي كتسمى لاباتا تارتيني، لاباط اللي ما كتبقاش مدة طويلة في المنزل ديالكم. علاش؟ لأن كيبغيها الصغير والكبير. خليكم معايا في وصفة لاباتا تارتيني اللي كتكون من 300 غرام شوكولا أولي، 200 غرام ديال لولي كونسونتري، 250 غرام ديال لا كريم فريش، 120 غرام ديال نوازيت، اي دو كوير السوب ديال بودر كاكاو. اول حاجه غنديروها هو غادي نطحنوا لي نوازيت. كيف ما تشوفوا الشوكولاد سو فورم دو بيستول، يمكن ذوبوها في الباماري، يمكن ذوبوها في الميكرووند. انا غنحاول ندوبها بهذا لاباري هذه اللي كتعطي لاغ شو، وبالتالي بلا ما نديبلاصا ندوبها في الميكرووند ولا في الباماري. بيان سور هذه عندها ديزافونتاج على الباماري، لان الباماري كيكون فيه لو ريسك بزاف، تقدر الشوكولا ديالك تحرق، وكاين لو ريسك على انها يقدر يهبط ليها الماء بزاف. باغ كونطخ لانه الميكرووند كيكون فيه لو ريسك على انها تحرق الى نسيتيها. هنا يمكن نكونترولي الشوكولا ديالي وانا كندوبها وهي كدوب قدامي، ما كاينش شي مشكل. الشوكولا اللي كنستعملو شوكولا اولي، شوكولا ما مزيانه، كدوب بسرعه. علاش؟ لان فيها لا كونتيتي دو بور دو كاكاو كثيره. لا كاليتي دو شوكولا كتميز الحوايج اللي كيميزوا لا كاليتي دو شوكولا عفوا هو لا كونتيتي دو بور دو كاكاو اللي فيها، ولا كاليتي ديال الكاكاو اللي مصنوعه منه. فاول حاجه غادي نديروها هو على انه غادي نشدو الشوكولا ديالنا، غادي نزيدوها على لاباط ديال النوازيت اللي صنعناها فاش طحناها، تكون لذيذة. نحاولوا نمزجوها بسرعة مهيلة، كنحاولوا نزيدوا لولي، كنزيدوا شوية بسرعة. كنزيدوا لانغريديون، نقصوا من السرعه شويه. وكنحاولوا نختموا بجوج ديال المعالق ديال الكاكاو، جوج ديال المعالق السوب. كاليتي مزيانه. كنحاولوا نزيدوا شويه في السرعه باش يتم المز. لاباتا تارتيني ديالنا واجده، طالعه كتبان طالعه جيده. دابا نحاولوا نديروها في شي حويجات اللي يمكن تكونسيرفا فيهم على الاقليه واحد انسومين. اكيد على انها ما تقدرش تبقى انسومين في الثلاجه ديالك، ولكن على الاقليه غادي نحاولوا نديروها في هاد القرائي هادو، كيخلوها تبقى مده طوال عندك في الثلاجه ديالك. رائع. لذيذة وغتعجب الوليدات ديالكم، يمكن تعجب حتى الكبار. من غوسيط صغيرة بزاف، عطاتنا كونتيتي كثيرة، بالتالي غتقتصد وتعرف اشنو تقدم لوليداتك بصحة وراحة. هذا هو الشكل النهائي للطبق ديالنا بصحة وراحة. بالرجوع إلى أجواء المنافسة، المشاركين قد يكونوا في مواجهة الصندوق الغامض. كيف كتشوفوا قدامكم؟ عندكم حلويات،
حنا ماشي قطنا قطنا غير الحلويات المغربيه، خيرنا جوج شباكيه وكعب غزال، ولكن كاينين حلويات عالميه بحال تشيز كيك لا ريليجيوز. كاين اي بلاد عنده شي حاجه في الحلوه ديالو. عندكم ساعه ونص باش تحضروا لاباتيسري اللي عندكم، طبع المساء ديالكم. ثلاثه جوج واحد طب، يلا 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 يلا. المتبرين كان واضح عليهم الضغط والخوف من سيف الوقت. عشرة تسعود ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة جوج واحد، زيديكم. برافو ليكم. وباش تختار اللجنة المشاركين اللي غادي تأهلوا في هذا الاختبار، كان لازم عليها تذوق الأطباق اللي حضروها المتبارين وتعرف المستوى والإمكانيات ديال كل واحد فيهم. تحدي عرف تميز شخص واحد. إذن نعرفوا شكون اللي يستحق النجمة الذهبية أو الحلوة ديالو ماشي بهرتنا عجباتنا وحمقاتنا، هو أو هي ليلى. ياسو ليلى. شابو وتبارك الله عليك. خالد تفضل الطابلية ديالك. حلقتنا سالات، نتلاقاو بكم غدا في يومية جديدة.